اسكان زادت شحامة يعني بتصار سعر كرايتوا. هذا الشارع ينبض بالحركة 24 ساعة وخصوصا في شهر رمضان. الحمد لله الأمور جيدة، لكن ما زالت الحركة السياحية دون معدلاتها بسبب جائحة كورونا. أنا من محافظة السليمانية وأعمل في شارع الإسكان في بيع الأكلات الشعبية منذ 10 سنوات. هذا الشارع مزدحم دائما، وفي يومي الخميس والجمعة يزيد الازدحام. عادة تكون الحركة أكثر نشاطا في الليل، وشهر رمضان له خصوصية فهو يضيف نكهة للشارع. عرب يجون، يعني يجون من بغداد سياحة، من دهوك، كل العراق يعني يجون، يعرفون أي اللي يجي على ربي اللي يجي على الإسكان، بي كافتريات، مطاعم، شو تريد يعني بي؟ إسكان بعام بخوي شوان إيواران قربار دبيهتا. تبدأ الحركة بعد الإفطار مباشرة، وحتى وقت السحور تجد أغلب المطاعم مفتوحة. في موسم رمضان السابق كان هناك حظر تجوال وإغلاق، لكن الحركة قوية هذا العام. أغلب المحال مجازة من قبل البلدية، وأغلب الزوار هم من المحافظات الأخرى. شارع الإسكان بالرمضان لا يختلف بالرمضان، لأنه شارع كشبابي وكافيات والمطاعم. بعد الافطار الشباب تتوجه لشارع الاسكان، بعض الاصدقاء مثلا نرتقي هنا، يعني القعده مالتنا وهاي هنا كلها تصير هنا بشارع الاسكان.